السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني. هذا هو زيت جوز الهند، كم غرام هذا؟ ما بعرف. تمام، هذا هو حجمه. احنا في مكان اغلب منتجاتهم طبيعية. تمام، هذا المنتج سعره 85 ليرة مثل ما تشوفون. 85 ليرة. لحظة بس حتى يبين السعر بشكل واضح. تمام، هذا سعره 85 ليرة، هذا القياس في مكان مصنع المواد الطبيعية، منتجات العسل والأشياء الطبيعية. وهنا عندي ملاحظة إخواني، حقيقة كل ما نعمل مقارنة نجد أنه المقارنة لا تقارن بمنتجات دي اكسن. معقوله يعني منتجات دي اكسن رخيصه جدا جدا جدا. انا اسالك، زيت جوز الهند اللي العلبه الكبيره تقريبا شبر ارتفاعها 500 جرام اظن، هي هذا نص كيلو. نص كيلو. تمام، ايش سعرها بالعراق؟ ما حافظ على الاسم. كم؟ 18 دولار. ايش قد تطلع بالليره؟ تقريبا يعني 130 او 125 ليره، يعني اثنين من هذه، اثنين 85 زائد 85 قد يصير 160 170، يعني اثنين من هذه يا دوب يوصل، او خلينا نقول اثنيناتهم يوصل على الكميه او السعر، لكن ليس الكميه. ومنتجنا منتج طبيعي كما هو. هذا اولا. تعالوا اسوي لكم مقارنه ثانيه، اذا امكن منك تتحول لاستاذ كمال. نزل عنده 10 سنين. هذه صوابين، صوابين ايضا ينتجها هذا المركز بدون ذكر اسماء. هذا من زيت جوز الهند، هذا طبيعي، لكن هذا يستخدم لجزء من الجسم، يعني اليدين فقط، هذا للجسم، وهناك للوجه فقط. هذه الوحده سعرها 25 ليره، الوحده 25 ليره، يعني اذا اراد واحد ياخذ لكل جسمه، للوجه ولليدين ولل للجسم، تقريبا يحطها بحدود 125 ليرة. وهنا قارنوا بينا وبين منتج صابون دي اكسن اللي هو شامل لكل الجسم، سعرها 18 ليرة تركي. شوف الفرق، هذا غير الارباح اللي راح ترجع لك من خلص. من غير الارباح اذا استمريت تشتري من شركة دي اكسن وترجع لك. وبعضنا اللي يستمر على شراء هذه الصابونة الراقية اللي شركتها حاصلة على شهادات عالية وكبيرة وعالمية، في مردود وبعضنا يأخذها مجانا. أنا لذلك دائما أقول للأستاذ محمد، نعم، أن اللي يقول منتجات ديكسن هو عمره ما مشتري منتجات أورجانيك ولا يعرف ثمن المنتجات الطبيعية. اللي يقول غالية، اللي يقول غالية. أي نعم. لأنه أي شخص مستخدم جيد للمنتجات الأورجانيك والمنتجات الطبيعية راح يتفاجأ بالرخص، لدرجة ممكن يتهمنا أن المنتجات يعني بيها شيء مو طبيعي. نعم. لهالدرجة يعني. نعم. فهاي الإشكالية. نعم. إيه تفضل. الله يرضى عنك. فهذه الإشكالية اللي قاعدة تصير، سببها أنه كثير من اللي ينضموا لهذه الفرصة ناس عندهم يعني وضعهم المادي صعب، قلة ذات اليد، عمره ما دخل سوبر ماركت للمنتجات الطبيعية واشترى، غالبا هكذا، لأنه مقارنة بسيطة راح نكتشف هذا الشيء. أي مقارنة بسيطة اليوم اللي موجودين بهذا الماركت كلهم متأكدوا أن منتجاتنا هي أرخص منتجات أورجانيك طبيعية موجودة في دولة. مع الأرباح. مع الأرباح، مع النقاط. مع النقاط. الله يجزيك خير. أستاذ محمد، أضيف إضافة بسيطة. تكلمت مع أحد الأشخاص، هو مختص بجانب الأعشاب بأمريكا. نعم. ويعمل لمدة 20 سنة بجانب الأعشاب، فيدرس دكتوراه طب الحجامة بأمريكا تحت أفضل الدكاترة المختصين بهذا المجال. بعد ما طرحت عليه المنتجات وقيمتها، كهو مختص ردها من ناحية فوائد المنتجات، فحقيقة قال لي دزني شكل منتج
تنتجها شركه دي اكس. حتى الاواني اللي انا استهلك هاي المنتجات واريدها كلها منتجات صحيه. قال والله انا في امريكا وهي امريكا وقوة شركات امريكا ابحث عن منتجات تنتج عضويا ما لقيت بالمية بالمية انه تنتج عضويا. فبعد ان كلمت كذلك طرقت على النظام الربحي على نظام دي اكس ان. فمن بلغت على نظام دي اكس ان لفت نظرة اكثر رغم انه هو اختصاصها اعشاب. فقال لي والله يا ابو عهد انا حقيقة كنت اسوق لشركات ضمن اختصاصي وطالبتهم بهدايا. انا كمسوق اسوق لكم بكميات كبيره طالبتهم بهدايا فزودوني بعلب فارغه من الكرتون فقط. فقال عندما جلبوا لي هذه العلب قلت لهم ماذا افعل بهذه العلب؟ قالوا تجهز بها الزبائن تكون المنتجات بشكل ارقى يعني. بعد ما ذكرت له المنتجات قال والله يا اخي هذا نظام فرصه لن يعني انبهر بهذا النظام. قال لي شكو منتج. بعثت له المنتجات حقيقه مو كل المنتجات تحت يدي. قال شكو منتج هاي الاواني اريد توصل لامريكا حتى لو ما موجوده بامريكا. هذه المنتجات انا شخصيا استهلكها وكثير من الزبائن. والله بعد ايام خابرني قال لي يا ابو احد والله قمت اسوي دعايه لهذه الشركه من حبي لها قبل ان ادخل بالنظام. ما شاء الله. فحقيقه لكل من يعترض على غلاء الاسعار نقول له انت مع منتجات ذات جوده عالميه ومنتجات حقيقيه وارخص من الموجوده في السوق. بالضبط. ممكن ان تبحث في دول متقدمه ولا تجد هذه الجوده. فيا اعضاء دي اكس ان نصيحه من اخوكم المتواضع بالخبره البسيطه اللي عندي والله انتم تعملون مع نظام لا تعرفوه الا ان تدخلوا اعماق الشركات والمنتجات العالميه. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. والنجاح. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام.